هو العام الثاني على رفع علم الثورة فوق مدينة البابر في حلب الشرقي بعد عملية درع الفرات العسكرية. 18 يوما قاوم فيها التنظيم داخل المدينة مقاومة وصفها قادة عسكريون بالشرسة مقارنة بمقاومته ضد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق أخرى. كانت فرحة، يعني إيش بدي أحكي، كانت فرحة لا توصف، أنه مدينة الباب كموقع تقع شرقي حلب وموقع اقتصادي مهم، كون التجار شرقي حلب كله يوجد في مدينة الباب، موقع ديني تسمى الأزهر الصغير، كمدينة الباب تسمى بالأزهر الصغير، حاضن المشايخ وغيره يعني. 3 أعوام حكم فيها تنظيم الدولة ريف حلب الشرقي، وترك أثرا بعد خروجه لم يقتصر على الأضرار المادية والبنى التحتية فحسب، بل تعدى الأمر إلى مشاكل اجتماعية كبيرة بين عائلات المدينة وبين أفراد العائلة الواحدة نفسها في بعض الأحيان. أيضا واجهنا بعد تحرير المدينة من هذا التنظيم مشكلة بالأنساب، أنساب المواليد، لأن العديد من أهالي المدينة زوجوا فتياتهم لعدد من عناصر التنظيم، وكان أسماءهم أبو فلان الفرنسي وأبو فلان المغربي وأبو فلان التونسي، فوجدنا مشكلة بتنسيب هؤلاء الأطفال إلى آبائهم وإلى ذويهم. ما يزال مصير الكثير من أبناء وثوار المدينة ممن اعتقلهم تنظيم الدولة مجهولة حتى الآن، في حين أن صور الضحايا ممن قتلهم التنظيم عالقة في أذهان سكان المدينة ممن عانوا تحت حكم التنظيم أو تشردوا في مخيمات النزوح. مالك أبو عبيدة، حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي.